أبايعوا أمير المؤمنين وخليفة المسلمين الشيخ أبو بكر البغدادي. مقاتلون في مالي وهم يعلنون بيعتهم لداعش الصحراء الكبرى. هذا التنظيم المتطرف خرج من عباءة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي شيدت بفضل أموال الفدا مقابل تحرير الرهائن بنية تحتية للإرهاب في الساحل الأفريقي، تشمل معسكرات في المناطق النائية ومخازن للوقود والسلاح والذخيرة. داعش تبنى معظم الهجمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. الدولة الإسلامية جاءت في وقت كانت مناطق واسعة من الأراضي المالية، ما يقرب من ثلثي مساحة البلاد من تمبوكتو وغاو وكيدال وتاودني وميناكا. داعش في الساحل الأفريقي ينشط في المناطق الحدودية ويعزز الهواجس الأمنية في دول الساحل. إمكانية التواصل والتنسيق بين داعش الصحراء الكبرى التي تركز أساسا على حدود مالي مع النيجر وبوركينا فاسو وبوكو حرام في شمال نيجيريا وما تبقى من داعش وحلفائه في ليبيا. ويرى خبراء أن اندماج هذه المجموعات سيقوض استقرار دول أخرى في الساحل الأفريقي. من ميناكا وحتى غورما تنتشر عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى التي يقودها أبو الوليد الصحراوي، ويمتد نفوذها على الشريط الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. الأوضاع الأمنية في الساحل الأفريقي ازدادت سوءاً منذ ظهور داعش 2015، وتشكو دول الساحل من دعم إقليمي للإرهاب. وراجعت النيجر ومالي وتشاد وموريتانيا علاقاتها مع قطر، واتخذت إجراءات متفاوتة للرد على مساندة الدوحة للجماعات المسلحة. خليل الدجدود، العربية، باماكو.